استمرارا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع لجنة تجنيدية إلى جامعة عين شمس لتقديم كافة التيسيرات للطلبة من ذوي الهمم وإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم. استمرارا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم، تماشيا مع منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة المصرية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع لجنة تجنيدية إلى جامعة عين شمس لتقديم كافة التيسيرات للطلبة من ذوي الهمم وإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم. وألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم والتيسير على أبناء الوطن واتباع أنسب الأساليب للمعاملة المجتمعية الراقية التي تليق بهم، مما يسهم في تعميق علاقة ترابطهم بقواتهم المسلحة. ووجه الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس خلال كلمته الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الجهود التي تبذلها في تقديم الرعاية الاجتماعية والدعم المعنوي لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية للطلبة ذوي الهمم أتبعها تسليم شهادات المعاملة التجنيدية. وأعرب الطلبة ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة. الحمد لله هم سهلونا كل حاجة وجم لغاية عندنا وادونا الشهادة، كتر ألف خيرهم، متشكرين قوي قوي لإدارة التجنيد وشكرا للرئيس، ربنا يكرمه يا رب. بذكر سيادة الرئيس الفضل الأول والأخير يرجع ليه، هو المهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، مهتم بينا ومراعينا الصراحة في كل حاجة. الحمد لله الإدارة كانت سهلة وبشكر ست الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بينا.